نظري في الامتحان ومسألة عليه. طيب اختبار البنت جايبان عليه اختبار الانحناء، اسمه اختبار الانحناء. يعني ايه يا باشمهندس؟ مثال عليها في الواقع اللي احنا فيه، مثال عليها يا باشمهندس الكاميرا اللي انتم شايفينها في السقف دي كده. ايه اللي بيحصل فيها؟ الكاميرا دي يا باشمهندس متثبته على ركيزه في الجنب ومتثبته على ركيزه ثانيه وشايله احمال في النص. معنى صح، متثبته على عمود هنا اسمه ركيزه والعمود الثاني اسمه ركيزه، يكون رولر او هنج احنا بنسميها ايه؟ ركيزه. مثال على اختبار الانحناء يا باشمهندس، هات مسطره وابدا ثبتها بايدين بالطرف ده ولا وابدا اضغط من النص. ايه اللي يبدا يحصل فيها؟ هيبدا يحصل فيها ريفليكشن او ترخيم يا باشمهندس، معنى صح انحناء، يبدا يحصل فيها انحناء. فعندك الكاميرا يا باشمهندس بالشكل ده كده، متثبته على ركيزه من هنا، متثبته على ركيزه من هنا، وابدا اسال عليها بحمل وليكن في منتصفها اسمه ايه؟ حمل بي. ايه اللي يحصل في الكاميرا؟ هيبدا يا باشمهندس الكاميرا تاخد شكل الانحناء بالشكل ده كده، بدل ما كان نيترال اكسس في النص هيبدا يتحرك والكاميرا يحصل فيها ترخيم عن النيترال اكسس. المقدار كام؟ دلتا، بنسمي هنا الدلتا ديفليكشن. يعني مقدار الترخيم اسمه هنا او الحمل اللي اسمه بي، بعد ما حصل انحناء في الكاميرا اللي باللون الازرق بيحصل انحناء اسمه ايه؟ اسمه دلتا يا باشمهندسين، اسمه الدلتا دي اسمها هنا ديفليكشن. ماشي يا باشمهندسين؟ طيب بيحصل ايه تاني في الكاميرا عشان تكون عارف؟ بص يا باشمهندس، تيجي تضغط على الكاميرا بيتولد فوق، هو ضغط على الكاميرا على السطح العلوي من الكاميرا هو ضغط، من السطح السفلي بيتولد قوة شد. عشان كده تلاقي الشروخ بتبدا بالكاميرا من تحت، جيب مسطره كده وابدا اضغط عليها، هتلاحظ ان بمعنى اصح بيحصل ما بيحصل يا باشمهندس زي طلقعه تحت الايه؟ تحت المسطره، بس ده بقى قوة ايه؟ قوة الشد، فبيتكون تحت قوة شد وتحت وفوق ايه؟ قوة ضغط. ماشي يا باشمهندسين؟ طيب بطلع من الاختبار ايه عندي؟ نفس الكلام زي ما كنت بدخل عينه التنشن في الاختبار ويطلع لي قيمه البي والدلتا ايه؟ هنا يا باشمهندس انا بجيب الكاميرا بحطها تحت نفس المكنه وتبدا تضغط لي على الكاميرا، سواء الكاميرا دي خرسانه او حديد، تبدا تضغط على الكاميرا لغايه لما يحصل فيها الانحناء، بعد الانحناء ممكن تتكسر يا باشمهندس تلاقيها كسرت تحت الحمل مثلا. المكنه بتطلع لي ايه؟ بتطلع لي قيم ما بين اللود والديفليكشن، اللود اللي هو القوه يا باشمهندس والديفليكشن الانحناء اللي بيحصل فيه، كل ما زود الحمل كل ما انحناء الكاميرا يزيد لغايه لما يحصل الايه؟ الفيلير. بتطلع لي القيم هنا وليكن عندي القيمه اللي هي البي صفر ما كانش فيه حمل لسه ما فيش ديفليكشن، بعدها زودت ده تزيد يا باشمهندس وهكذا لداخل. طيب لو رسمت العلاقه ما بين اللود والديفليكشن، هنا برمز للديفليكشن بالدلتا بالرمز ده كده يا باشمهندس. طيب لو رسمت العلاقه ما بين اللود والديفليكشن سواء يا باشمهندس في الدكتايل او الجريت الماتيريال هيطلع لك رسمه واحده بس عندنا النهارده. رسمه واحده بتطلع لي كده عباره عن ايه؟ خط مستقيم يا باشمهندس اكيد نهايته ايه؟ البروبورشنال ليميت وبعد المنحنى من الدرجة الثانية نقطة الماكس نفسها نقطة الايه؟ الفيلد. يعني بمعنى صح عندي نقطتين بس اللي هستخدمهم في الاختبار ده، نقطة البروبورشنال ليميت واحنا عارفينها من الاختبارات اللي فاتت كنا بنحددها ازاي عن طريق البين، لو حد فاكر بيس كل كونتينر لما البين بتغير حد البروبورشنال ليميت ونقطة الايه؟ الماكس او الفيليون هي نفسها ايه يا باشمهندس؟ الانهيار بتاعت الايه؟ بتاعت العين. ماشي يا باشمهندسين؟ طيب لما اجي احسب بقى الاستريس هو بيجي يقول لي احسب ايه؟ نفس الخواص الميكانيكيه اللي كنت بتحسبها قبل كده اللي هي ايه؟ احسب الالاستيك ستريس، احسب البروبورشنال ليميت ستريس، احسب الماكسيمم ستريس، احسب الريزيلينس تافنس، نفس الكلام مودلس اوف الاستيستي، نفس المعادلات او نفس الكلام اللي كنا بنحسبه قبل كده يا باشمهندس نحسبه النهارده تاني. بس ايه خلي بالك عندك اختلاف، انت قبل كده في اختبار الشد او الضغط كانت العينه اللي عندك دايرين المقطع مثلا بالشد ده كده وابدا اسال عليها بقوه اسمها دي على مساحه المقطع اسمها ايه؟ انو. فكنت بقول الاستريس اللي بيساوي ايه يا باشمهندسين؟ بيساوي قوه عموديه على مساحه الايه؟ المقطع، مظبوط كده؟ طيب اختبار الانحناء قال هنا القوه عموديه على مساحه المقطع وليكن الكاميرا اللي عندي ده القطاع بتاعها مربع او مستطيل الجنب كده. يعني بمعنى صح يا باشمهندس الكاميرا اهي الايزومتري بتاعها يبقى بالشكل ده. وليكن مربع او مستطيل هو القطاع الجانبي بتاعها. طيب هنا القوة هل هي عمودية على مساحة المقطع؟ لا يا باشمهندس، هنا القوة دي معمولة على الإسبان أو على طول الكاميرا، احنا بنسمي طول الكاميرا أو بحر الكاميرا بنسميه الإسبان، ده اسمه بحر الكاميرا، من العمود للعمود ده اسمه بحر الكاميرا، اسمه الإسبان. تبقى يا باشمهندس عمودية على إيه؟ على طول الكاميرا، يبقى هنا قانون الاستريس أكيد هيتغير يا باشمهندس، يبقى في حد البندل قانون الاستريس مش زي هنا في حد الإيه؟ مش زي في حد الكومبريشن أو التنشن. يبقى القانون ده مش عايز حد يعوضني فيه في اختبار الايه؟ البيت. طب القانون اللي عندنا بتاع الاستريس اللي هحسب منه الماكسيمم ستريس والالتيميت ستريس والفيلير ستريس والبروبورشنال ليميت ستريس
هنا بيساوي ايه؟ بيقول لي ان هنا السيجنال بيندنج او الاستريس بيندنج ريسبونس بيساوي الام بالواي على الار، الام بالواي على الار. ده اللي هحسب منه كل الحاجات ده مع اختلاف ايه؟ النقطه بس، انا عارف النقطتين هحسب عندهم. طيب ايه الام وايه الواي وايه الاي يا باشمهندس؟ انت عندك اول حاجه الام ده عباره يا باشمهندس عن المومنت. خدوا المومنت في الاستراكشر مظبوط كده؟ في الاستراكشر بقيتوا يعني من اول السنه عمالين تدرسوا في المومنت. هتمنكم لغايه لما تتخرجوا تدرسوا في المومنت مش هتعرفوا في الاخر تحسبوها. ماشي يا باشمهندسين يبقى ده كده انا بتكلم بجد. يعني انت بتاخد كميه معادلات رهيبه ما اعرفش ليه الاستراكشر تيجي في الاخر وتتخرج ما بتعرفش تحسب برضه المومنت. ليه ما اعرفش؟ مع ان يعني كورس استراكشر المفروض مش كل ترم بتاخده. المهم يا باشمهندس هنا ليه؟ المومنت في الواي على الار. الام في الواي على الار. الام في الواي على الار، يبقى هنا الام ده المومنت الواي والاي ده حاجات بتعتمد على شكل القطاع بتاع الايه؟ على القطاع العينه اللي عندك. طيب احسبهم ازاي برضه يا باشمهندس؟ بص يا باشمهندس انت عندك قطاع العينه او الكاميرا اللي عندك يا اما تكون سيركولر يا ريكتانجولر او سكوير يا ريكتانجولر، يعني ايه؟ ممكن يكون عندي الكاميرا قطاع دايره يا باشمهندس بالشكل ده كده او ممكن يكون قطاع مربع او مستطيل زي الكاميرا الموجوده معاكم دي هنا. طيب الواي بيساوي ايه؟ احفظ يا باشمهندس ان الواي اللي في القانون دي كده بيساوي على طول ارتفاع العينه على ايه؟ على 2. يعني في حاله مثلا السيركولر الواي هيساوي ايه؟ هيساوي الدايمتر على 2 مظبوط كده؟ طب في حاجة السكوير هنا عرض اتش والارتفاع ايه؟ اتش، الواي هيساوي يا باشمهندس اتش على 2. الواي يا باشمهندس في حتة الريكتانجولر هيساوي ايه؟ ارتفاع العينة اللي هو اتش على 2. طيب ايه الاي دي بقى يا باشمهندس اللي بتعتمد برضه على شكل القطاع؟ ده بتحفظه من القطاعات. دي حاجة اسمها المومنت وفي انرجيا. دي حاجة اسمها يا باشمهندس المومنت الاي. حاجة اسمها المومنت شوف في انرجيا. المومنت اوف انيشن دي يا باشمهندس خاصيه تعتمد على شكل القطاع وهي اللي بتكسب القطاعات المقاومه بتاعتها او الستيفنس بتاعتها يا باشمهندس. هتعرفها بعد كده في الاستراكشر ممكن في الترم الثاني او السنه الجايه اللي هي ايه؟ مومنت اوف انيشن. لكل شكل من الاشكال دي ليه قيمه ثابته. مومنت اوف انيشن عزم قصور ثاني، عزم قصور يا باشمهندس اللي هو العزم الثاني، العزم الثاني عزم القصور اللي هو الايه؟ المعادله التفاضليه الثانيه. هتدرسها بعد كده. ده يا باشمهندس كل شكل قطاع بتحفظه، دخلت السيركولر، دخلت الدايره، مومنت اوف انرجيا على طول يا باشمهندس باي على 64 في الدايمتر اس 4. في حاله السكوير الاي بيساوي العرض او ضلع اس 4 على 12، اتش اس 4 على 12. طب في حاله الريكتانجولر هيساوي العرض في ارتفاع تكعيب على 12، في اتش تكعيب على 12. يعني بمعنى صح دي هنا اتش في اتش تكعيب اللي هي اتش اس ايه؟ اس 4. يبقى هنا في اتش تكعيب اس ايه يا باشمهندس؟ بص 4 على 12 ماشي يا باشمهندس. يبقى هنا الاشكال دي كده حفظ، يعني انت مش هتستنتج، لا ده انت لازم تكون حافظها وانت بتحل في المسائل. هي حاجه واحده بس في القانون اللي هي هتتغير معايا كل مره عند كل نقطه اللي هي الايه؟ المومنت. انا عندي يا باشمهندس حالات التحميل في الاختبار ده عندي ثلاثة انواع من حالات التحميل، اثنين على سمبل بيم وواحده على كانتليفر. يعني ايه سمبل بيم؟ يعني مثبته على ركيزتين، كاميرا متثبته على ركيزتين وليكن رولر او ايدج. طيب فاثر هنا في اول واحده فيهم حاجه اسمها ديسبلي بوينت او سنتربلي لود، سمبل بيم سنتربلي لود. يعني ايه؟ يعني سمبل بيم يا باشمهندس كاميرا بس الحمل مركز في المنتصف، بنسميها 3 بوينت او سنتربلي لود. اما يا باشمهندس الحمل مركز في المنتصف الكاميرا اللي عندك. وادي الطول بتاعها اللي هو الاسبان اللي بقول لك عليه اللي هو اسمه ايه؟ ايه؟ المومنت هنا هيساوي ايه يا باشمهندسين؟ حد يعرف؟ المومنت هيساوي هنا على طول يا باشمهندس اعرف هل الكاميرا المتماسكه؟ المومنت يساوي البي في ال على 4. البي في ال على 4 ده يعني ايه يا باشمهندس لو استنتجتها هتلاقي هي ايه؟ طبعا هنا بي على 2 وهنا بي على 2 وهنا يا باشمهندس طول الكاميرا ايه على 2 وده ايه على 2. تعالى احسب المومنت في النص هنا هتبقى بي على 2 بي ال على 2 هيساوي كام؟ بي في ال على 4. يبقى يا باشمهندس من دلوقتي كده في اي مساله وليكن في استراكشر حتى لو شفت كاميرا متماثله وعليها حمل في المنتصف اعرف على طول ان المومنت هيساوي ليها كام؟ بي في ال على 4. ده تحفظه يا باشمهندس مش هتستنتج تحفظه على طول. طيب في الحاله الثانيه حاله اسمها 4.2. حاله اسمها 4.2 طبعا عباره عن ايه؟ بأثر بقوتين قوه وقوه بس على مسافات متساويه وليكن زي الكاميرا الكبيره دي كده يا باشمهندس بيرمي عليها كاميرتين صغيرتين دي كل واحده بترمي عليهم بفورس اسمها ايه؟ اسمها دي. دي على بعد ال على 3 دي على بعد ال على 3 دي على بعد ال على 3. هنا قوه اسمها بي وقوه ثانيه اسمها ايه؟ اسمها بي.
ماشي يا باشمهندسين؟ طيب المومنت هنا على طول يا باشمهندس برضه لو استنتجته هيطلع لك الشكل ده كده، والمومنت هنا بيساوي بي في ال على 3. المومنت هيساوي ايه؟ بي في ال على 3. طب في حاله الكانتليفر القوه في صراعها، المومنت يا باشمهندس هيساوي على طول بي في ال. ماشي يا باشمهندسين؟ يبقى حالات المومنت ده كده على حسب اول المساله ما يحدد لك، بيقول لك 3 بوينت لو سنتر يونت على طول المومنت بيساوي بي في ال على 4. حاله ال 4 بوينت بي في ال على كام؟ على 3. في حالة الكانتليفر هيساوي كام يا باشمهندس؟ بي في الايه؟ يبقى ده بتحط اغلب حالة فيها في الامتحان هي الحالة الأولانية اللي هي بتاعت المومنت فيها بيساوي بي في الايه؟ على الأربعة. فاضل إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا أعوض القانون اللي عندي بتاع الستريس. أعوض القانون اللي عندي بتاع الستريس يا باشمهندس. هنا بقول لي أول حاجة عايز إيه؟ البروبورشنال ليميت ستريس. البروبورشنال ليميت ستريس زي ما قلت لك الواي والاي دي حاجات ثابتة. على شكل القطاع بحطها زي ما هي. اللي هيتغير عندي الايه؟ المومنت بس. يبقى اللي هو هنا يا باشمهندس السيجما بروبورشنال ليميت او الالاستيك سترينز بتتم نفس المعنى. السيجما بروبورشنال ليميت اللي هي نهايه مرحله المومنت هي نفسها الالاستيك سترينز. السيجما بروبورشنال ليميت هيساوي الام بالواي على الار. الواي والار على شكل قطاع دايره مستطيل مربع. طب الام اي ام يا باشمهندس؟ الام هنا مش بتساوي مثلا وليكن في الحاله الاولانيه اللي هي سنتر يوني بتساوي البي في الام على 4 بالواي على الاي. بس انا عايز البي هنا فين يا باشمهندس؟ عندي بروبورشنال ليميت، يبقى البي هنا في الطبيب عندي بروبورشنال ليميت، يبقى بي بروبورشنال ليميت ال على 4 او ال بروبورشنال ليميت الواي على ايه؟ على 4. طيب عايز بعد كده المودلس ابربشن، حاجه اسمها معايم الكسر، بيضحك عليك في الامتحان بيقول لك اكسبت المودلس ابربشن محدش تعرفه. واحد يقول لي المودلس ابربشن، لا يا باشمهندس، المودلس ابربشن مقصود بيه. المودلس ابربشن مقصود بيه لاخر يعني اقصى اجهاد. اقصى اجهاد يا باشمهندس الالتيميت ستريس. بس الالتيميت هيساوي على طول القانون ده انا حافظه الام الالتيميت في الواي على الار. يعني لو خدت الحاله الاولانيه زي ما بقول لك الاغلب في بي الالتيميت في ال على 4 في الواي على ايه يا باشمهندس؟ على الار. بعد كده نفس الفواصل اللي بنحسبها كل مره الريزيلينس اللي هي الايه؟ الرجوعيه. الريزيلينس القانون بتاعها بيساوي ايه؟ حد فاكر؟ بص في البي بروبورشنال ليميت الدلتا بروبورشنال ليميت في اختبار الامتحان. طب المودلس اوف رابشر المودلس اوف ريزيلينس هيساوي ايه يا باشمهندس؟ بيساوي الريزيلينس على الدلتا. يعني هيساوي بص في البي بروبورشنال ليميت الدلتا بروبورشنال ليميت على الايه نوت؟ الايه دي نوت؟ اقصى حاجه. ماشي يا باشمهندسين؟ نفس القوانين بالظبط. لو عايز بعد كده عايز التفنس لو عايز التفنس او المودلس او التفنس. التفنس هنا حد يعرف القانون نفس القوانين اللي فاتت. بص يا دكتور. هيساوي 2 على 3 البي ماكس البيت ايه؟ ماكس. طب المودلس والتفنس اكيد هتساوي التفنس عن كل يوم هيساوي 2 على 3 البي ماكس الدلتا ماكس على ايه يا باشمهندس؟ على ايه نوت؟ في الايه نوت؟ باقي حاجه واحده بس هنحسبها اللي هي باشمهندس رقم 4 رقم 5 المودلس هنا انت بتاخدها دي عباره عن ايه؟ بتاخدها تقليدي كده زي ايه؟ برامبلس معنى اصح، يعني ممكن الاثنين متقاربين من بعض، بنلف كده طالع شويه جاي معاها على طول كده الكسر بيجي عند نقطه على طول عاليه. فبناخدها حوالي 2 على 3 تقليدي. خلاص؟ فنكمل يا باشمهندسين، عايز بعد كده ايه؟ المودلس والبلاستيست اللي هو الايه؟ الستريس. هنا القانون بس اللي هيختلف، كنا بنحسب المودلس والبلاستيست ازاي؟ ستريس عن سترين قبل كده يا باشمهندس، لا هنا بقى بقول لك حد السنجل بي، ده قانون حد الكانتليفر فيها ايه؟ ده قانون. لحد السمبل بي المودلس بلاستيستي هتحفظه بيساوي البي في ال ال تكعيب على 48 في الدلتا في الار. خلي بالك البي والدلتا خلال مرحله الايه؟ المرونه يا باشمهندس. يعني القيم اللي تاخدها فيها تكون من الصفر لغايه البروبورشنال ليميت. وليكن دي بي بروبورشنال ليميت ودي ايه؟ دلتا بروبورشنال ليميت. طب الكانتليفر الدلتا يا باشمهندس هنا المودلس بلاستيستي هيساوي البي في الـ على 3 دلتا في الـ في الـ. ماشي يا باشمهندسين؟
وفي الاغلب بيجي لك الحاله الاولانيه اللي هي بتاعت الايه؟ السمبل بي، السمبل بي سواء كانت 3 بوينت دول او 4 بوينت دول. باقي حاجه واحده بس نطبق عليها مساله نشوف عندها القوانين ده احنا لسه كاتبينها دي مساله كده بسرعه يا باشمهندس. هل يعني احنا سمينا دي 3 بوينت ودي 4 بوينت؟ ممكن تتسال بقى في الشفوي؟ ثلاث نقاط ثلاث نقاط ايه؟ ثلاث نقاط تأثير القوة يا باشمهندس ثلاث نقاط تأثير القوة ثلاث نقاط بالله يا باينه باينه يعني هنا يا باشمهندس هنا بقول لك 3 بوينت عشان عندك نقطتين ثلاثه 4 بوينت بس ممكن تلاقي ساعات ممكن تكسب كام ايه؟ مش صعب جدا سكشن تاني